لدينا هنا عدد عشري وهو عبارة عن صفر فاصلة مئة واحد من ألف إذا لابد من عملية تحويل هذا العدد إلى نسبة في حالة التحويل من عدد عشري أو كسر عشري إلى نسبة نقوم بعملية الضرب هذا العدد في مية وقسمته في مية إذا هنقوم بعملية استخدام اللون الأصفر إذا عملية نضربه في مية لأن النسبة المئوية هي منسوبة إلى المئة وقسمة في مئة أي عدد في العالم سواء كان كسر عشري أو عدد صحيح فإنه مقامه مباشرة هيكون واحد، الآن نقوم بعملية الضرب، في حالة عملية ضرب الكسور نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. لكي نقوم بعملية كتابة الناتج حنستخدم لون آخر للتوضيح. في حالة عملية ضرب العدد في عدد عشري أو كسر عشري، نقوم بعملية تحريك الفاصلة إلى جهة اليمين. هوضح ذلك باللون الاخضر الان هذه هنا الفاصله عندنا مضروبه في 100 اذا احنا نحتاج منا نحرك الفاصله الى خانتين لان ال100 تحتوي على خانتين اذا هنحتاج نحرك اولنا فاصله الى هنا هذه الخانه الاولى من ثم الخانه الثانيه اذا حيكون معنا الناتج هو عباره عن 6 0.1 وتحت نفس ما هي 100 إذا هذه المية الآن لو تلاحظوا معنا مكتوب العدد ستين فاصلة واحد من عشرة مقسومة على المية هذا المية هي النسبة المئوية إذا بإمكاننا كتابتها بهذه الصورة هي ستة ستين فاصلة واحد هي النسبة المئوية ونرمز للرمز النسبة المئوية الشرطة عبارة عن نقطتين وشكرا